الاعتكاف. ما حكم الاعتكاف؟ نعرف حكم الاعتكاف مستحب سنة مستحب شيء واحد. سنة مستحب مسنون واجب خلاص. سنة مؤكدة فتح الله عليك. سنة مؤكدة وارد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اعتكف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد. ما الفائدة من الاعتكاف؟ خلو العبد مع ربه. ادراك ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر. ليلة بماذا يدعو في العشر الأواخر؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فاعفو عني في بدني، في مالي، في ديني، في ولدي، في زوجي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. الله تتعب حياتك كاملة ما تجد مثل هذا الدعاء. جامع مالي خير الدنيا والآخرة صح؟ هنا دعاء مختصر صح تدعو به. تتحرى الليالي الوترين خاصة. تعتكف قدر المستطاع العشر الأواخر. ما استطعت اعتكف اللي تستطيع. ليلتين، ثلاث ليالي، خمس ليالي. نعم. طيب الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، والأول أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر الخروج في صلاة الجمعة. يبطل الاعتكاف بمال. يكون الاعتكاف باطل بمال. الخروج كل ضحك الخروج في المسجد. الجماعة يبطل اعتكاف بالجماعة. يبطل الاعتكاف بالخروج الكثير. يخرج من بعد الفجر تقاطع وكذا يرجع على الظهر وهذا معتكف. لكن يخرج لحاجة صح. يخرج يعني مثلا أراد أن يغير ليس لديه لباس وأراد أن يغير لباس ويرجع. لا وجد أحد يأتي باللباس. وبعدين أخبرنا إحنا الكفار يريد أن ينظر لتطبيقكم للدين حتى السنة. نعم في سائق حافلة مسلم في دور أوروبي ركب معاه رجل، وعندما ركب أعطاه الأجرة لكن زائد مفهوم. يعني مثلا الأصل أن يدفع 10 كرونة 10 كرونة أعطاه 20. يعني ما نختلف ما هو شيء يعني. السائق هذا أخذ يفكر أرجع له هذه الزيادة زيادة يسيرة ما هي شيء كثير. ثم أخذ يفكر يعني أنا لو أسرق أسرق شيء كثير مو 10 كرون. فالمهم تفكر أرجع 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 أسرق لا أسرق كذا. عندما أراد هذا ينزل حافظ قال تعال خذ المتبقي. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله أشهد. لماذا يعني أسلمت يعني ما السبب؟ قال أنا أردت أن أتحقق من أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها. هذا يقول في قلبي الله أعلم لو تعرف ما في قلبي المتردد مسر ولو في قليل هذا يمكن أبدأ. لا تستهل يا أخوانا والله في بعض المسائل يسيرة لكنها شيء يعني هم يعني تطلع عليه ترى. والله جاء واحد إلى مسجد حدثني ما في بصيره. قل والله جاءت مرأة جاء هذه المرأة جاء بها رجل مسلم يقول أنه مسلم لكن ميم سين لام ميم. تعرف ميم سين لام ميم؟ بالاسم. جاء عند الباب وأدخل مرأة مسلم وبقى في الخارج
فقال الإمام فعلا أسلمت هذا. قال من جاء بك؟ قالت واحد أقول أنه مسلم. قال لماذا لا يدخل؟ قال ما يدخل المسجد هذا، ما يصلي ولا عرف يدخل حتى معه عشان تسلم. قال تدخل في الخارج وجود يسعين. هذا هو أشكال أخوانا، انتبه لا يقتل الإسلام من قبل. كل واحد منا لديه معاصي، صلى الله عليه وسلم عليكم وفينا، لكن انتبه لا يقتل الإسلام من قبلك، لا يقتل الإسلام من قبلك. يعني أنت تكون سبب في أن يرتجع على الناس، لا. يعني اليوم يعصي البعض، الله هذا كفر أكبر، اسمع يزني، تقول له هذا الكافر لماذا تزني أنت مسلم؟ يقول الزني حلال. قلت بالله هذا كفر أكبر. أنت لو قال الزنا حرام وأنه عاصم هذا إيش؟ كبيرة. لكن يمكن ما هو معلوم أن يشرب الخمر، تقول له يعني تقول له كيف تشرب الخمر وأنت مسلم؟ قل لا الخمر حلال. لو يشرب الخمر وهو حرام مرتكب كبيرة، لكن يمكن تحليل الخمر. أنكر ما هو معلوم أن يتم الظلم، صحيح؟ نعم. كل شيء السقوط الإسلام، ربا إسلام، تمثيليات إسلامية، رقص إسلام، رقص إسلامي، كل شيء إسلام، حتى بودكا إسلامية. بعض التجار قال إذا أردنا هذه السلعة تمشي نكتب إسلامية. نعم حلال. نعم علم معنا اعتكاف، يشتغل منقطع عن الدنيا ويشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن.